في على دمعي على وجعي على اللي ضاع من العمر أسفي على روحي على جروحي على جمر بيكوي الصدر جيب لي صبر لما الضنا ماله قليل جيب لي صبر لما الضمير يصبح غريب لما تجي تحضن حبيب ويطعنك طعنة غدر آه ضيع العمر مريت ومشيت بأماكن بعرفها حسيت غربي لا ما في وصفها نفس العيون بس وين نظرات الدفا نفس العيون بس وين نظرات الدفا وين الوفا شو يلي صاير بالخفا جيب لي صبر يا زمن جيب لي صبر دوري يا دنيا بس أنا ببقى أنا رضى عن حب الخير وما عندي أنا دوري يا دنيا بس أنا ببقى أنا رضى عن حب الخير وما عندي أنا عز وفقر ولازل مجبول بغنى ظلم وقهر بس هالظهر ما بينحنى جيب لي صبر يا زمن جيب لي صبر انا راح افرض انه مصدق وما قتلته مين شركائك شو هالحكي يا سيادة العقيد انا لي شركاء بعدين ما بعرف كيف عم تركبوا القصص هيك فوق بعضها طيب ساعدنا وقلنا القصة الحقيقية انا قلت لكم من البداية مرقوا الشاحنات ووقعت عليهم بشكل نظامي يعني ما بعرف لو بدكم تتصلوا معي يعني اذا ما وصلتوا للفاعل الحقيقي بدكم تلزقوها فيه يا سيادة العقيد كمان انتبه على كلامك نحن عنا أدلة واضحة وصريحة إنك موقع إنك فتشت البرادات وما لقيت فيها شيء ومرقتها مزبوط فتشت وما لقيت شيء سيادة العقيد المهم إنك موقع على مرورة وهذا بالنسبة إلنا بيعني لنا إنك مسؤول عن العملية من أولها لآخرها لا سيادة العقيد ما بيعني هالشيء أبدا لا بيعني وبيعني كمان إنك شريك بجريمة القتل يا سيادة العقيد أنا لا قتلت ولا هربت أنا معاملة نظامية وبرادات نظامية بريد الدم وقعت عليها وأنا مشهود لي بالنزاهة بشغل يسألوا عني أنا آسف تهريبة كبيرة كتير مارقة من تحت إيده وكمان في جريمة قتل ولي على قامتي رفيقه حسان يلي بيناوب معه لقوه مقتول ببيته قصة كبيرة كتير لك شو هالحكي؟ لك شو هالحكي يا جماعة أخي مستحيل يكون له يد بهالقصة معلوم مستحيل كمال ما بيعملها مشان هيك بدي أعمل واسطة لحتى أروح لعنده شوفه وفهم منه شو القصة مشان هيك أوف استعجلك شو
امي وهنا لساتها ما دريت، والله اذا دريت بتروح فيها. انا لازم اشوف محامي. يا بنت الناس، ما انا شفت محامي مهم كثير، وبكره الصبح مزروع على باب مكتبه. وبكل الاحوال رضوى الله يرضى عليك، نامي الليله عند اهلك. حاضر. وانت كمان نام. انا ما خرج، انا بدي اروح افكر بشي طريقه مشان الاقي لي شي واسطه منيحه. روح لعند كمال وفهم منه شو القصه وساعده. ايه تؤمرني، ايه تؤمرني. ادعوا لي. الله معك. يلا تصبحوا على خير. الله يخليك يا رب، الله يوفقك يا رب. عم صدق حجن. سيدي كمال وحسان متفقين على تهريبة، أو كمال متفق لحاله مع المهربين. يعني مثل ما وارد عندي بالتقرير، كشفوا حسان وقام بعد حدا يقتله. يعني هو لفق الكذبة تلفيق إنه مرت حسان مريضة، مشان لحتى يروح على البيت ويبعت حدا وراه يقتله. يا ابني بدك تلاحق القصة من أولها. معقول كل هالبضايا هي ما بتمر غير على ايدين حسان وكمال؟ اكيد في كذا واحد عاينها وفحصها، واكيد في حدا متآمر وقابض على تمريرتها. روح لاحقها مرة تانية. والله معك حق سيدي، رح امسك الموضوع من اوله. بس ما بعرف سيدي، في شي مشككني انه كمال مسلم متورط بهالقضية توريط. وشو هو؟ إفادته بالتحقيق سيدي وشهادة أغلب عناصر الجمارك بتأكد إنه هذا الرجل نظيف وبيختلف عن حسان بسبب سلوكه. يا عصام، نحن بيهمنا الحقائق المثبتة، والقانون بيعاقب على الجرائم حتى في حال ثبوت حسن النية. معك حق سيدي، معك حق. على كلٍ تابع التحقيق حتى نقدر نمنع حصول الكارثة هي، وزودوني أول بأول بكل جديد. أمرك سيدي. حاضر. احترامي. احرق اخذ هالشغله. لك شلون نسيت هيك انه اليوم عيد ميلادك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الحق عليك سوسو، عن جد الحق عليك. كلام تذكريني قبل بنهار. هلا انا صار الحق علي؟ فكرتك بتحبني وتتذكر عيد ميلادي لحالك. كنت بحبك وبموت فيكي، مشان هيك كنت عم فبرك حكايه على مرتي بالبيت مشان تنام عند اهلها واجي لعندك. بس شلون نسيت؟ ما بعرف. لوين؟ رايح، بدي اوصل جيب غرض صغير واشي. اي لا تروح ولا تجي، هديتي انا انك تنام عندي اليوم. سوسو حياتي، شيت اني نام عندك ما بقدر، بس راح اتاخر عندك بالسهره لانه بكره الصبح عندي شغل كتير. وحبيبتي في شغله بدي اقول لك اياها، الشرطه يمكن يستدعوك على الشيء اللي صاير هاليومين بالشركه. ليش؟ شو صاير؟ يعني تعرفي خالد ومشاكله، يمكن اعمل له شيء مشكله. أنا شو دخلني؟ حياتي برافو عليكي، أنت ما دخلك لذلك، لا بتروحي ولا بتجي. وش كان الشرطة استدعتك؟ فأنت اوعك تجيب سيرتي. طيب بركي سألوني عنك. حياتي ما رح يسألوكي، لأنه ما حدا بيعرف أني أنا بشتغل عند خالد. لك ليش لحتى يسألوني؟ لك مشان الله فهمني، ما عم بفهم عليك شي. شو صاير؟ يا علينا، شو بتحب اللت والعجل سلمى؟ روح قلبك تسألي. ما في شيء، في مشكلة صغيرة يمكن يستدعوك الشرطة يسألوكي، لا تجيبي سيرتي بنوبها، فهمتي؟ طيب شو بدي أقول؟ فهمني. رح أقلك شو تقولي حياتي. تعي لعندي، تعي سوسو، تعي. اسمعيني حياتي، أنتي ما بتعرفي حدا فيهم، يا دوب تفوتي طلباتهم. شو بيحكوا سيار، شو بيحكوا رصاص، أنتي ما عندك فكرة بشي؟ لأنه إيش كان حكيتي أي كلمة الشرطة رح تاخدك وتجيبك على كل كلمة وعلى كل شيء. روحي تعي، روحي تعي، نحن مو ناقصنا. لذلك انت ما بتعرفي شيء، واذا سألوك عني ولا كأنك سمعتي بشيء. صوت كلامك، بس انا هيك بضل بلا شغل. ولو يا سوسو حياتي، ما انت صرتي مرتي وانا مسؤول عنك. معقول هذا الحكي؟ ولا قال لك امبلا انزلي على الشركة وطالبي بقية حقك. كيف هيك؟ مو هلا قلت لي انه؟ قلت لك ورجعت بكلامي، حملي حالك وجيبي حقك. بس وينك؟ او
هيك تفتحي دمك بصير اني انا بعرفك او بتعرفيني او نحن متجوزين. باختصار خلينا نرجع نرتب يلي صار بهدوء. حسان يلي اتفق معك ولا كمال؟ حسان سيدي، بس هو خبرني انه الموضوع لكمال. طيب كمال في بالعاده يطلب هيك طلبات؟ لا سيدي، بس حسان قال لي انه كمال بده هذا الورق يتوقع من دون ما يجاب اسمه لانه بيخاف على حاله. وليش حسان ما كان خايف على حاله؟ سيدي حسان كان معروف وقصصه معروفه، يعني كان على المكشوف، بس كمال أنا نفسي ما صدقت إنه مشارك بالعملية. ما صدقت بس نفذت يلي طلبوا منا. يا سيدي طمعوني بالمصاري، والله الشيطان يعني الشيطان خداني يا سيدي. لك الشيطان جواتك أنت وأمثالك يا معدومين الضمير. طبلة دعش حتى يا ابني. والله غلطان يا سيدي، أنا يعني ما لي متوقع هيك. طبلة مرحبا رضوى، كيفك؟ الحمد لله. شو ما تذكرتيني؟ نضال نضال، معك حق، السفرة كانت طويلة. شو وين المحروس؟ قلت بيجي بكير بشوفها قبل ما يطلع. مين رضوى؟ خير، أنا آسف يمكن أجيت بوقت مو مناسب، بس صاير شيء؟ تأخرت. تأخرت؟ على شو؟ شوفي شو صاير يا جماعة؟ كمال محبوس، عم بيقولوا مرق تهريبة. شو عم تحكي انت؟ ايمتى صار هذا الحكي؟ ايه والله، وجوزي وكل له محامي. طيب انا رايح شوفه، رايح شوفه فورا. سلام. ليش عم تبكي؟ والله يا أختي تذكرت أيامنا الحلوة، أيام أخوك كمال ونضال، وتذكرت قصتك. رح تتذكر شيء تاني. يعني هل وين جوزك؟ نالك مناوب أمي. لا ما عنده مناوبات بالليل، بعمره ما عملها. مو بإيده أمي، شغله هيك. إيه وانت جوزك وينه؟ ليش عم يروح ويجي على الهسي؟ امي انا جوزي عم بيجي، انت بتكوني نايمه، ما عم نحب نفيقك. ايوه لما يجي مره ثانيه بدي احكي معه، يعني لو كنت نايمه فيقوني. تأمري امي. خليهم يعملوا قهوة. حاضر سيدي. احترام سيدي. أهلين سيدي. البدر وخالد حميد صاحب شركة الخالد اللي طلبت التحري عنه. شو هو؟ سيدي رأوه مقتول بشقة مستأجرة ومؤثثة على أهية مكتب، يبدو كان عملها لنشاطه الخاص. مقتول؟ شو صاير؟ ما بعرف، هيك من الباب للطاقة ما لقيت حالي إلا بالهوشهم وعلى أسئلة على شغلات ما بعرف عنها شيء. معقولة هيك جايبينك بلا سبب؟
طبعا لا. يبدو انا مرق شحنه مفتشها مليح وما لقيت فيها شيء، بعدين ملاقين فيها حشيش. نعم شلون هي؟ مثل ما عم بقول لك، وفي موظف معي اسمه حسان لقوه بنفس الوقت مقتول. شو عم تقول انقتل؟ وانا متاكد انه هذا حسان بيعرف شيء، لانه لاقى حجه واعتذر مني وراح على البيت على اساس مشوار بسيط ويرجع. وهي الشغله اللي مخولتني، انه اذا كان هو بيعرف شيء ومتفق معه ليش لا يقتلوه؟ انت كيف عرفت انا هون؟ مرقت لعندكم على البيت، حكيت لي امل كل شيء. طب وين الغيبه؟ وين كنت؟ انت شو بدك فيه هلا؟ شيء بدبي، شيء بالقاهره، ولا رجعت؟ شوف انا وين؟ كمال انا صار لازم اروح، قل لي شو بدك يعني اعمل اللي اعمل. بس طمنهم بالبيت. ويا ريت تشوف رؤوف وتقول له اني عاوزه ضروري، خليه يجي لعندي. رح اقول له اكيد، ورح خليهم كمان يجوا هن يزوروك. كمال اوعى تضعف. نحن كلياتنا معك ومصدقينك. ان شاء الله. كل الضربات كانت قوية لدرجة انه جمجمة مهشمة، وعلى ما يبدو انه الوفاة صار لها اكثر من 15 ساعة. بدي تقرير مفصل حول الجريمة يكون على مكتبي. حاضر. انت شو رأيك؟ القتل بقصد السرقة. كيف عرفتوا بالجريمة؟ زوجته خلعت الباب، هي اتصلت فينا. ضعيف حياتك يا مدام. انا العقيد عصام من فرع الامن الجنائي، وانا اسف مضطر اسالك اكثر من سؤال. انت كيف هيك بتفوتي على المكتب؟ مضطره، بدي اطمن على جوزي. ايوه، هلا منشان لحتى تطمني على جوزك بدون تخلعي الباب. من امبارح ما بين، وسيارته قدام المكتب، يعني هو اكيد هون. بس كان فيكي بتطولي بالك، يعني بلكي الزلمه نايم ما سمع الجرس. ليكو طلع نايم نومي ابدي. طيب مين برايك له مصلحه بقتله؟ ما بعرف، هو كان شغله كثير غامض. وانا كنت رح اسالك شو بتعرفي عن شغله. ما بعرف شيء ولا بعرف حدا، ما كان يدخل شغله بالبيت ابدا. كانه في فرق كبير بينك وبينه بالعمر. شو قصدك؟ ولا شيء، هيك مجرد ملاحظه. وهلا شو؟ ولا شيء، بنقول لك البقيه بحياتك، ورح نستدعيكي على الفرع لاستكمال التحقيق. يعني انا متهمه؟ مبدئيا لا، بس وحدي جوز التقى مقتول بالمكتب، ما بيستدعي التحقيق بهذا الموضوع. كم ولد عنده؟ ما عنده اولاد. ما عنده؟ طيب. نهال؟ كيف يا يارا؟ حبيبة قلبي، دولي قلبها حاسة كل الوقت عم تقلي بابا. حبيبتي حاسة فيه؟ لكن من كيف قدروا يتبلوا العالم هيك بلا ما يتأكدوا؟ معقول ما بيسألوا عنه لكمال مين هو؟ بحياته ما ظلم حدا، يقوموا يحبسوه؟ مو معقول، ما عم صدق. أمالة، مشان الله وطي صوتك، لا تسمع مرت عمي ما بيسواله. احترامي سيدي. اهلين ابو رعب. سلمى الموظفه بشركه الخارج جبناها. فوتوها فورا. حاضر سيدي. تفضل يا سلمى. اهلين يا سلمى. عدي. افتحي مخك منيح ولا تجاوبي قبل ما تفكري ولا تخافي.
ايمتى طلعتي من الشركة امبارحة؟ انا امبارح ما داومت. ليش؟ لانه كنت تعبانة واخذة اجازة. طيب عندك اثبات انه انت ما داومتي؟ الحقيقة لا ما عندي، بس فيكم تسألوا الجيران او اي حدا قريب من الشركة، اكيد حيقولوا انه ما شافوني. طيب انت من ايمتى لايمتى دوامك؟ من الصبح للمساء. في حدا غيرك كان يشتغل عنده؟ ما حدا. طيب مين كان يجي لعنده؟ ما بعرف، انا ما كنت شوف حدا، يعني دائما كان مسكر الباب. كيف يعني مسكر على حاله الباب؟ يعني ما كان حدا يجي لعنده؟ لا يعني كان يجي لعنده ناس كتير، بس انا ما بعرف اسميهم. طيب ما كنتي تسمعي شو كان يحكي مع العالم؟ لا والله يا سيدي، لانه مثل ما قلت لك دائما كان مسكر الباب على حاله. طيب كان يحط مصاري بالمكتب؟ الحقيقه ما بعرف، بس الشهاده لله هو كريم كتير كان معي وعمره ما قصر. طيب انتي معك مفاتيح المكتب؟ ايه معي. في حدا غيرك معه مفاتيح المكتب؟ ما بعرف، مبلا ساعده معه. مين ساعده؟ الشوفير اللي كان يشتغل عند المرحوم. ابو رامي. نعم سيدي. خذوا منا اوصاف المدعو ساعده. حاضر سيدي. وانتي يا سلمى فيكي بتروحي، بس رح نرجع نستدعيكي مرة تانية. ايه حاضر. الله معك. إن شاء الله صدقتها سيدي. ليش لاحظت عليها شيء؟ عم تحكي وكأنها عم تسمع درس. عن إذنك سيدي. لا تخافي أختي، تقبريني لا تخافي. المحامي اللي حطه رؤوف كتير شاطر، بإذن رب العالمين بده يطلعه براءة. أمي ليش أنت من فرشتك؟ سمعت شو كنتوا عم تحكوا مع بعضكم. أخوكم وين يا بنات؟ صحيح ماما، وين خالك ومريم؟ قولوا وينه كمان؟ يعني ها؟ لك يعني ها؟ نعم مرت عمي. حكي لي أنتي لشوف، لأنه بناتي مصممين يخبوا عني، بس أنا سمعت كل شيء. حكي لي صحيح هالحكي؟ صحيح ابني كمال محبوس؟ أمي مو بالحبس؟ ليلى مو محبوس، في قضية كبيرة صايرة على الحدود وهو عم بيحقق فيها. بلا محبوس، أنتوا قلتوا محبوس. ليش؟ ولك ليش محبوس؟ ليش؟ مرت عمي هو في مشكلة كبيرة، بس بإذن الله رح تنحل. أنت كرمال الله يا حجي، دهيله. لك شو ادعي له؟ لك شو ادعي له؟ معناته في مشكلة، مشكلة كبيرة. لك فهموني بوز ايدكم، فهموني والله بغضب عليكم، فهموني مشان الله فهموني. ابني انا ليش محبوس؟ ليش محبوس؟ ليش محبوس؟ ليش محبوس؟ ليش محبوس؟ يا قولي بالك امي. سيدي سألته للسمان، قال ما شافها لسلمى، بس الساعة 12 ونص بالليل شاف واحد حامل شنتاية ومستعجل وطالع من باب البناية. بيقدر يتعرف عليه؟ قال شافه من ورا البلور المجلغم تبع المحل. طيب طابقتوا أوصاف سعده مع صور المشبوهين يلي عنا؟ سيدي سلمى حكيت معلومات عامة ما بتفيد بشي. احترامي سيدي. أهلين. مكتب المغدور فيه مجموعة من البصمات، والخزنة عليها نفس البصمات اللي عادات الجريمة. وفي شغلة تاني سيدي، هاي السكين لقيناها بجيبة المغدور، وتقرير الطبيب الشرعي بيقول انه بقايا الدم عليها هي من دم حسان. والبصمات اللي على الشمعة ده؟ نفس البصمات اللي لقيناهن على التليفون بغرفة حسان، متطابقين لنفس الشخص. قارنتوا البصمات اللي اخذتوها من مكتب خالد مع بصمات كمال؟ اكيد ما في اي تطابق. احترامي سيدي. لا ما معقولة نفس القاتل وإله علاقة بالتهريبة؟ أمو كمان
بس كمال بيعرف كل شيء. تعرف أنا عندي ثقة أنه ساعده ورا كل شيء عم بيصير، لذلك لازم نلاقي. بعتولي ورا سوها بنت خالد. حاضر سيدي. طنط كلياتنا متأكدين من براءته ولازم نثبت هالشي. قولي على قامتي، بس أنا بعرفه لابني. على قد مو قلبه طيب، على قد مو قلبه طيب يمكن يكون متورط بشي شغلة، مشان هيك ما لازم نتركه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين أهلين إضال، شلونك؟ كيفك رؤوف؟ أهلين. شفت على المصيبة يا نضال؟ ايه كمل، لا تسكت، انا بعرف كل شيء وما كان لازم تخبوا علي، لانه ابني انا بعرفه منيح، عمره ما بيعمل غلط. مزبوط. والله ما بيعمل غلط. مزبوط الحكي، ما في منه كمال، ما في منه. يا نضال شو اخبارك؟ تمام الحمد لله، سافرت فترة كملت اعلام وهلا كمان جايين عقد شغل ويمكن ارجع اسافر. ان شاء الله موفق. طول عمرك انت وكمال شاطرين. بس ولي على طولي ما كمل دراسته، لانه اشتغل بعد ما توفى ابوه مشان يصرف علي وعلى اخواته. يا ريته كمل دراسته وما اشتغل هالشغله اللي كلها خطر بخطر. يا علي يا طول. طن كلياتنا واقفين معه، ان شاء الله بيطلع منه. انا وكلت له محامي، محامي مهم كتير، مع اني بعرف انه بريء ومستعد احلف على المصحف على هالشيء. حتى لو متاكدين من براءته ما لازم نترك الامور تمشي هيك. بكل الاحوال كمان انا وكلت له محامي. نضال ما في داعي للمصاريف، بعدين شغلته بسيطه ومحلوله. اذا مشان المصاريف ما في مشكله. يا ابي الله يرضى عليك، الغايه منها مشان ما يتعارض شغل المحامين مع بعضهم. هنيهال كيفها؟ الحمد لله، الله يرضى عليها، الله يرضى عليهم كلهم. يلا عن إذنكم قاعدين، ببقى بطلع عندكم إن شاء الله هيك طلعت كمان بالسلامة. عن إذنكم. مع السلامة. الله معك. رؤوف حكى معي كمان مش عارف نقول عنده. ماشي. السلامة. رضوى رضوى حطينا لا متأكل جوعان. طول بالك اللي بروح البيت وبعمل لك غدا. خلي الحكي ان شاء الله ما تواخذنا، تأخرنا عليك بالغدا، يلا شوي وبكون جاهز. تكرم عيونك. كلك زو تعالي دو. شو في هذا نضال؟ من ايمتى هو؟ هي اول مره بيفوت على البيت، ومو اليوم الصبح ضرب الخبريه من على الباب. دخلك وامو اللي خانهم شو وضعه؟ شو وضعه؟ يعني الحب القديم مو صحي. لا رؤوف والله مو وقته هالحكي. الليلي ايش كان هذا عم يخفي رايح جاي لحتى اعرف اتصرف. لا تقبرني، لا عم يخفي ولا رايح جاي، لك كتر خيره اللي جاي يطمن على اخي كمال. كتر خيره يعني كل شيء سويته انا كرخ؟ لا تقبرني، انت ما في منك، الله يخلي لي اياك يا حق. اهلين حجي. هدي شوي وريحي اعصابي وخلينا نحكي لحتى نوصل لحل سوا. حاضر. كنا عم نحكي عن سعده وانه اتصل فيكي وقال لك عصفور طار وعصفور وقع بالقفص. ايه وبعدين؟ المرحوم فات دغري شافني عم بحكي مع سعده، قلت له بدي حكيك، حكى معه، ما بعرف شو صار له، قال لي انه لازم نسافر، وتوتر كتير وطلع من البيت بسرعة وصار اللي صار. وما فهمتي منه أي شيء تاني؟ لا كتير خالد غامض، ما بعرف شي عن شغله وعن حياته. طيب ساعده وين ممكن يكون اختفى؟ ما بعرف، يمكن يكون هرب، يمكن يكون راح ضيعته، ويمكن يكون انقتل كمان. طيب بتعرفي وين ضيعته؟ لا ما بعرف، كل اللي بيشتغلوا مع خالد حياتهم غامضة مثله.
بدك يا مدى يا محترمة بدك تقنعيني انه ما بتعرفي ضيعته وما بتعرفي اسمه وما بتعرفي رقم تليفونه، لكن لما كنت تحتاجيه كيف كنت تحكي معه؟ كنت احكي مع خالد وهو يبعت ورا شغلته لحتى يلبوني بكل شيء بدي اياه. هلا انت ذكرتي انه سعده ممكن يكون هرب او ممكن يكون انقتل، ليش ما ممكن يكون هو القاتل؟ لا ما بظن انه سعده هو اللي قتل، لانه كل اللي بيشتغلوا مع المرحوم كانوا يحبوه كثير وكانوا يفدوه ارواحه. اللي عمل هالعملة قليل اصل وندلي كثير كمان. وسعده هو ابن الاصل وابن الناس. معك حق يا مدام، المجرمين وتجار المخدرات هن اولاد الاصل. العصفور يلي طار هو شحنة معباية بسيارات وكلها مخدرات، وجوزك هو تاجر المخدرات وشريكه هو اللي قتله، وانت كمان شريكة معهم اذا بتضلي على مواقفك وما بتساعدينا. ليش عم تتهموني هيك؟ انا كل شي عندي قلت لكم اياه ومستعدة اتعاون معكم. القضية اكبر بكتير من قضية قتل زوجك. في كمية مخدرات فاتت على البلد ولازم نعرف وين راحت. وهي جريمة قتل من شان نفس الموضوع، يعني ما رح يحل الغموض إلا كلامك، فأحكي كل شي بتعرفه. طيب سيادة العقيد، هي أنت قلتها بنفسك أنه صارت الجريمة وأنا موجود عندكم، يعني ما دخلني. أنا ماني عم بتهمك، بس هذا القتيل هو نفسه خالد حميدو يلي أنت مرقت له البرادات، يعني كان عندك الصبح. مزبوط، بس ما بعرفه. يا كمال أنت هيك عم تأذي حالك، ساعد حالك وساعدني، معك لبكرة الصبح. إذا حكيت ممتاز، وإذا ما حكيت راح تكون متهم بكل شي صار بما فيهم جريمتين القتل. الله معك يا ابني. خدو خير سيدي. في شي؟ ما بعرف، عندي إحساس إنه هذا الرجل بريء وإنه متورط بهالقصة ورطة. سيدي يعني بتقدر تساعده؟ إذا هو ما عم يساعد حاله أنا بدي ساعده. خاف الله فهد. قال شو؟ قال لي الله يرضى عليك، دبر حالك من هون لشهر وعشرة ايام بدي البيت. ايه مو على كيفه، اعطيه مصاري وخرسه. بس من اللي المصاري؟ من اللي؟ اتركيني بهمني الله يرضى عليك. يو مو على اساس اعطوك سياره بالشغل؟ انا صار معك مصاري، اعطي. الضراب السخن فهد ما بده مصاري، بده البيت ياخده. ايه مو على كيفه يبعث له حمى تقتله، هلا انا عقلي مو عنده، عقلي عند اخي كمال. الله يخلينا اخوك كمال، ما قصر الرجال، سدد كل الديون متراكمه علينا لفهد. يا والله بس قسما بالله لو كنت بعرف منين جايب مصري ما بخليه يدفع متليك واحد. يو عم تشك باخي كمال؟
لك ما قصد عم شك فيه ما عم شك، أي مخلوقة يعني، كل شيء فيه مخبرين، وكل شيء فيه دواسيس، وكل شيء فيه تحرية وقمارة، يعني ما شافوا غيره. لأنه هدول المهربين يلي الله لا يوفقهم ويبليهم بقتلهم مبتلينا منيح لحتى يوقعوا لأخي كمال. رضوى ما اختلفنا، أخوك كمال على راسي من فوق، آدمي ونظيف وهيك، بس يعني كل القرائن بين إيدين وضده، مين صدق هو ولا صدق القرائن؟ والله ما لي عارفان شو بدي ساوي، روح دور على بيت ولا روح أمن زيارة لأله وشوف ورتب له وضعه. حسبي الله ونعم الوكيل، خاطرك. الله معك. هلين أخي فوت، تفضل. كيف بدي هال؟ الحمد لله. ما تفوت، شو بدك تضل واقف على الباب؟ ما بقدر، تارك الدكان فاضي. عم تروحي عند كمال؟ لا ما عم بقدر، روح وين بدي اترك البنت الصغيرة؟ اسم الله حولك فالحة، تركيها عند مرت عمك، بركي بيحكي لك شيء. شو بده يحكي لي؟ نيال، الرجال بيت سره ومرته. بركي بيقول لك وين حاطت المصاري. شغلك بالدكانة كيفه أخي؟ شكله حكي ما عجبك. خليل الله يرضى عليك، اتركني بهمي. أنا عم بحكي مشانك، مشان ما يضيع حقك. نيال إذا مو مشاننا مشان هالصغيرة. صغيرة مشاننا؟ لك مشانك إليك، مشانك إليك. تحركي وروحي زوري، وإذا بدك أنا بحكي لك مع حدا ما عارفي مشان أملك السيارة. لا أخي كتر خيرك، أنا بدبر حالي مشكور. طيب أنا هذا رح تروحي. شوفي نيال، فكري بكلامي منيح وهيك تضيعي حقك مشان ما تندمي. سلام. ضحك علينا يا كمال، ضحك علينا. رؤوف اهدى، انت بتعرفهم منيح مظبوط؟ انا ما بعرف غير هذا خالد اللي نتهر، وتعرفت عليه من كام شهر بس، وكان مريض الرجال. اذا كان مريض شو جاب على المكتب؟ لك يا اخي ما عمل لك انضحك علينا، هذا خالد اقنعني انه مريض مشان يورطني بالقصة. صدقا كمال انا راح اعمل كل شيء لحتى اطلع انت من هون. اخي راح اروح اقول لهم انا كنت معك. عود ما راح تفيدني بشيء، انا اللي وقعت على المعاملة، كان لازم وقع بحضور صاحب العلاقة، صاحب العلاقة غايب ووقعت، هي لحالة مخالفة. معناها هو معها؟ ما عم بفهم شيء. والله أنا اللي ما عم بفهم شيء. أكيد هدول عصابة، عصابة كبيرة يا كمال. معناها لو رحت لعند خالد كانوا قتلوني معه. أنا لازم خاف على حالي، لازم دير بالي. رؤوف، دير بالك على حالك، ما بدنا نكون بواحد نصير باثنين، الله يرضى عليك. الله معك. قلبي عندك. الله معك. ما رح نوجه له تهمة القتل، لأنه ما إله علاقة بقتل حسان، والأدلة كلها بتثبت إنه ما إله علاقة بالجريمة. بس أنا بقول لك التهمة ثابتة عليه بمسألة تسهيل مرور شحنة الحشيش، وهو معترف. شو اعترف؟ موكلي بريء تماما يا سيادة العقيد. بس موقع على محضر التحقيق، يعني موقع انه هو مرق البرادات. بس هاد مو اعتراف بالجرم، هو مرق البرادات مثل ما بمرقهم كل يوم وفتش حسب الاصول، هذا كلامه بالتحقيق. هذا صحيح، بس هاي البرادات محمله مئات الكيلوغرامات من الحشيش. المهربين مخبين الحشيش بطريقه ذكيه جدا، حاطين الحشيش بقلب الملفوف من ايام ما كان زرعه صغيره، ومستحيل حدا يكشف شيء الا بحال واحد، اذا شقوا الملفوف. المدعو كمال مسلم متهم بتسهيل مرور شحنة حشيش، وبده يتحول على القضاء بهي التهمة تحديدا. على العموم عزبناك سيادة العقيد، شكرا لك، فضلت على راسك. اهلا وسهلا. شرف. اهلا وسهلا. يلا امي. لك ايش يا الله، والله ما قدرت البس لك امي، رجعي مالهم حامليني، مالهم حامليني بنوم. روحي انتي، روحي انتي ونيهال، واتركوا الاولاد عندي. انتي ما بتنتركي لحالك لنترك الاولاد عندك، خلص انا بقعد معهم. انا جاهزه. نيهال روحي انتي، انا رح ضل مع امي والاولاد. ليش هيك طالعه؟ شلون طالعه؟ لك روحي حطي شيء على وشك، معقوله هيك رايحه تشوفي جوزك؟
لك امي ليش هيك حكيتي معها؟ خفي عنا للمخلوقة، الله يكون بعونها. ولك تتحسوس شوي، رايحة لعند جوزها على الحبس لسه ما مات، طالعة كأنها رايحة على عزا. بعيد الشر، يخرب بيتك على هلسان. لك شو هلسان هذا؟ العمى ما أطوله. يارا نايمة ما رضي تتفيق معي. ليش بدك تفيقيها؟ إن شاء الله بدك تاخديها على السجن كمان، طفلة هي. روحي أنت ورؤوف وشوفيه وطمني عليه. إيه ماشي، بلكي إن شاء الله كمان رضوى بتجي معنا. رضوى ما رح تقدر تروح، عم تستنى ابنها يجي من المدرسة. روحي أنت اتكلي على الله. ليش عم تحكي معي مثل مديرة المدرسة؟ افيا سلميلي عليني ها. سلميلي عليه كثير روحي. شو ماما أنا لا حبيبي ما رح نترك تيتا لحالها. يلا امشي لغير لك يا رب تطلع فيه. يا رب تطلع فيه. سلمته لك يا رب يا سلمته لك يا رب العالمين. يا خفي الألطاف حيا نهال. انا محطك بالصوره مشان ما تتفاجئي وتغلطي قدام كمال باي شيء. ليش في شيء غير اللي بنعرفه نحن؟ في كلام كتير ما قدرت احكيه قدامهم بالبيت. لا تضايقي روحي، رح حدي شوي مشان نحكي. اسمعيني منيح، كمال مشكلته كبيرة كتير، وكمال حكمه أعدام. روحي عمالك شوي شو بكي؟ أنا عملك مشان ما تتفاجئي. ليش حكم اعدام؟ يعني شفت تهريبه بيطالعوا في حكم اعدام؟ ليه؟ لك يا عيوني مو شفت تهريبه، هالشفت التهريبه اللي عم تحكي عنها هي مئات الكيلوهات من الحشيش. عرفتي ليش؟ فانا عم لك هذا الحكي الله يرضى عليك، ما بدنا نزل قدام كمان. لا رؤوف مستحيل، كمان مستحيل يعمل هيك شيء، مستحيل والله العظيم هالحكي مو صح. لك يا عيوني الله يرضى عليك، انا عم لك هذا الحكي مشان ما تضوجي. ما بدي احكي تتكلم. احترامي سيدي. أهلين أبو رعبين. سيدي شوفيرية البرادات والسيارات كلهم صاروا عنا. كلهم؟ طبينا بواحد وكرت المسبحة. منيح، احكي لي لشوف، لشو وصلتوا معه؟ كأنهم حافظين نفس الدرس، ما بيعرفوا. ولك شو كأنه حافظين نفس الدرس؟ في كميات حشيش بلاوي، شو ما بيعرفوا؟ لك لمين سلموها؟ هنن هيك بيقولوا دائما، بيفضوا البرادات للشاحنات قبل ما يصلوا لسوق الهان، مشان ما يتعذبوا بالفوتي على سوق الهان. كذابين، كلهم كذابين. سيدي يبدو فعلا انه ما بيعرفوا، لانه الوسائل كلها ما جابت معه النتيجة. لك ما قدرنا نجيب ولا طرف معلومة. طيب وساعدوا، قدرتوا توصلوا لشي عنه؟ نفس المعلومات اللي بنعرفها عنه، اسمه المستعار واوصافه، ما حدا بيعرف له طريق. بدي اياهم كلهم عندي هون بالمكتب، انا بدي حقق معهم بنفسي. حاضر سيدي. يعني واخرت حبيبي؟ ما بعرف يا نهال، الشغلة معقدة كتير. كمال انت بريء وانت نظيف وفتشت منيح، وانا اصحك. شو حكينا هذاك اليوم رؤوف؟ اياك تجيب سيرة قدامهم او قدام اي حدا انك كنت عندي. مو بس هيك، انا مرقت الشحنة يا رؤوف، انت بتعرف انه خالد موجود وهو ما موجود، والزلمة انقتل بنفس اليوم. يعني الشغلة مشربكة. جرحك بيقتل تاخد مطرحك، تنطر عمر لتحاسبه.